حياكم الله من جديد. توجيهات القيادة الرشيدة تشدد على الإعداد المبكر لموسم الحج مع السعي الدؤوب والحرص المتواصل على مراجعة الخطط المشاريع المبادرات لتطويرها ومعالجة تحديات الأعوام السابقة والخروج بأفكار خلاقة تتحول إلى حلول واقعية ترتقي بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك انطلاقا من مرتكزات رؤية المملكة 2030. للحديث حول التحضيرات لموسم الحج يسعدني أن أستضيف معي في الاستوديو الدكتور أحمد الشهري الباحث في الشؤون الاستراتيجية. مساك الله بالخير دكتور، وشكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا بها لليوم. أهلا وسهلا، عشر مبارك عليك. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ جمال، ورحب فيك وفي جمهور روتانا خليجية، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير، قرب عيد الأضحى المبارك. خليني أسألك بشكل عام، يعني بنطلق يمكن إلى ما انتهينا منه قبل أمس، وكان تحديدا العرض عرض قوات أمن الحج، واللي حقيقة مو بس أبهرنا كسعوديين، مو عزز فينا مشاعر الفخر كسعوديين، ولكن جعل الكثير يمكن من وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن هذا العرض والرسائل اللي كان يحملها. من هذا المنطلق أسألك، كيف ترى الاستعدادات الأمنية بشكل عام لضمان سلامة أمن الحج؟ الحقيقة الاستعدادات الأمنية للحج هي تبدأ بمجرد الانتهاء من الحج السابق، من خلال الاجتماع المعروف دائما الذي يترأسه رئيس الحج لجنة الحج العليا، وأيضا رئيس لجنة الحج المركزية لأمير منطقة مكة المكرمة، وأيضا سمو وزير الداخلية، وأيضا قادة القطاعات الأمنية. لماذا؟ لعمل استخلاص الدروس المستفادة من الموسم الذي حصل، إذا الإيجابيات يتم تعزيزها، السلبيات يتم تعزيزها، ثم وضع الخطة الاستراتيجية للحج القادم وفق أيضا المستجدات والمتغيرات التي ممكن أنها تطرأ، سواء كان من زيادة الحجاج أو من أيضا من أي ظروف أخرى مصاحبة. وبالتالي نجد أنه بمجرد أنها تدخل الأشهر الحرم تكون الخطط أصبحت جاهزة، ليس هناك مجال للاجتهادات. القطاعات الأمنية، القطاعات العسكرية تعد لموسم الحج من عدة أشهر، من موسم الحج من ناحية التدريب، من ناحية التجهيز، من ناحية عمل البروفات، من حمل التمارين الميدانية في الموقع، ثم أنها تباشر عملها في منطقة مكة المكرمة من قبل ما يزيد عن شهرين من موسم الحج، لتأخذ مواقعها وتتعرف على أماكنها، ويكون هناك تدريب ويكون هناك تنسيق، ثم بعد ذلك يتم صهر كل هذه القوات كلها في بوتقة واحدة وهي قوات أمن الحج، ويتم التدريب عليها ويتم أيضا التنسيق بينها. لذلك رأينا عندما تم هذا الاستعراض بهذا الدقة، بهذا التنسيق، بهذه الانسيابية، بهذه سلاسة، هذا لم يأتي من فراغ أستاذ جمال، وإنما أتى من جهود جبارة قام عليها هؤلاء الأبطال وهؤلاء الرجال من القادة، وكذلك بإشراف مباشر الحقيقة من سمو وزير الداخلية، وأيضا من معالي رئيس أمن الدولة، وكذلك من سمو وزير الدفاع، من سمو أيضا وزير الحرس الوطني، وكل قادة القوات المسلحة كلهم مشاركين. أكثر من ما إذا أخذنا بالأرقام عادل 250 ألف عنصر في من جميع عناصر القوات المسلحة والأمنية والداخلية وأمن الدولة في جميع مناطق المملكة، كل هؤلاء هم في خدمة أمن الحج. يسألني عن الرسائل المطلوبة، الحقيقة هي رسالة واحدة فقط، هؤلاء هم خدام لضيوف الرحمن من أجل توفير الأمن، لأنه اجتماع ما يصل إلى 4 أو 5 مليون مواطن وحاج وزائر ومن جميع أنحاء العالم، وأيضا الطواقم التي تخدم هؤلاء، لابد أن يكون لهم من يحميهم، لأن الأمن هو ركيزة لهذه أداء هذه النسك، وبالتالي هي رسالة رحمة وبشرى وخير، أنك أنت أيها الحاج أنت في أيدي أمينة وفي أمن وفي سلام منذ دخولك إلى هذه البلاد المباركة وحتى مغادرتها. ثم إن هناك أيضا رسالة لمن يريد أن يعكر صفو الحج، وهذه الرسائل الحقيقة نحن تعودنا عليها كل سنة، وهي تأتي من أصوات ناعقة محدودة وقليلة،
الهدف منها هو محاولة الاصطياد أو التشويش على هذا النجاح الذي تحققه المملكة العربية السعودية كل سنة أفضل من السنة التي قبلها. فهؤلاء هذه رسالة أنه الحج ليس مكانا للشعارات وليس مكانا للرفع الأفكار السياسية أو المذهبية أو الطائفية أو محاولة تأكير صفو الحجاج أو محاولة حرف هذه العبادة عن مسارها الذي الله عز وجل شرع، فإن الحقيقة ستكون هذه القوات لهم بالمرصاد. والحمد لله الرسائل قد وصلت من خلال هذا الاستعراض الكبير، الحج والأمن وارف، لم تسجل إلى الآن أي عملية جنائية أو جريمة أو مخالفة بفضل الله عز وجل. ومن أراد أن تسول له نفسه أنه يعكر هذا الصفو فالقوات الأمنية بالمرصاد له. أشك خلينا نسألك، يمكن يعني امتداد لهذه التجهيزات اللي تحدثت عنها أنها تبدأ من انتهاء الموسم حتى ابتداء الموسم الذي يلي، نحن نتكلم عن حقيقة أفكار خارج الصندوق اليوم نشاهدها بالحج دكتور في كل القطاعات. يعني كل عام نفاجأ بتقنية جديدة، فكرة جديدة، تجربة جديدة الهدف منها التحسين. وهنا نتساءل يعني هل الخطط فقط تبدأ قبلها بعام ولا هي خطط ممتدة أيضا؟ أحسنت، سؤال مهم أستاذ جمال. الحقيقة لو أردنا أن نفرق أو نقارب بين مهمة حج قبل 100 سنة، لا أقول قبل 400 ولا 500 ولا 700 ولا 800، خلنا نقول قبل 100، من قبل أن تأسيس توحيد البلاد هذا المبارك على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. والآن في ذلك الوقت كان هناك مقولة معروفة أنه الذاهب للحج مفقود والعائد مولود، والعائد مولود من جديد. لا أمن في الطرقات ولا أيضا تموين وقطاع الطرق وأيضا عدم وجود الطرق الكافية والممهدة، والأمراض موجودة، وأيضا مزعزعي الأمن في الحرم وفي المنطقة. هذا الحقيقة كان يأتي الحج، ولا أقول الذي يأتي من إندونيسيا أو ماليزيا، بعض الذي يذهب من نجد من الرياض الذي يذهب من نجد إلى مكة هذا كان ربما لا يعود، الذي يأتي من الجنوب أو من الشمال أو من الشرق، فما بالك الذي يأتي من خارج المملكة العربية السعودية. الصورة اليوم اختلفت تماما أستاذ جمال، وهذه كلمة نقولها لله ونشهد عليها، أنه الحج أصبح رحلة جميلة إيمانية تحفها الذكريات، والحاج أصبح بجواله فقط يصور نفسه، يتحدث مع أسرته، لم يعد يفكر في الأكل والشرب، فهذا يأتيه إلى مكانه مجانا، بل أنه بعضهم لم يعد حقيقة يحتاج، لأن كل يمد كل يقدم. وأصبح أيضا يتفرغ لعبادته في مكان آمن بارد مكيف، الاتصالات بيده، أصبح الحاج إعلامي يصور ويكتب ويرسل ويسجل ويقدم الصورة إلى جميع أنحاء العالم. الأمن أصبح وارف، لا يخشى على نفسه إلا الله عز وجل، وإذا كان ماشي في بر أو شيء من البنزين أو من أي سيارته فقط. إذن الحج الآن في المملكة العربية السعودية أصبح رحلة جميلة ممتعة منذ دخوله إلى المملكة العربية السعودية، بل أن المملكة العربية السعودية بخطة أو بمبادرة مكة تقول لا، نحن سنذهب إلى الحاج في بلده، وقد طبقت على أكثر من 7 دول مثل المغرب، مثل إندونيسيا، مثل باكستان. ما الهدف من هذا الأمر؟ أنه حتى يسهل على الحاج عملية الدخول والتأشيرات والعفش، فيتم التأشير له من بلده وشحن عفشه من بلده إلى مقر سكنه، وما عليه إلا ينزل من الطائرة يجد الأتوبيس أو يجد القطار جاهزا ويذهب، وحتى يجد شنطته بجوار سريره. هذه لا خدمة لا تقدمها أي دولة في العالم، وهذا شهادة شاهد بها الحجاج قبل أن نقول نحن كإعلاميين ومراقبين. فهذه الحقيقة هذا فرق بين الرحلتين، رحلة إيمانية مريحة جميلة ممتعة محفوفة بالطب الحقيقة، ما أن يصاب المريض بإعياء بسيط حتى تأتي
الإسعاف الجوال الذي على الدراجة النارية الذي تجدف في كل خيمة وفي كل مكان، ثم يأتي بعده السيارة، ثم بعده الإسعاف الطائر الذي ينقله بالأسطول الجوي إلى أقرب مستشفى، ثم يجد هذه المستشفيات التي تقدم الخدمات إلى مستوى عملية القلب المفتوح، وقد رأينا أكثر من إلى الآن أكثر من 16 عملية في المدينة المنورة فقط غير مكة المكرمة، قلب مفتوح وكذلك غسيل الكلى وكذلك القسطرة، مراكز متعددة. لو ذهبت بها إلى الأرقام أستاذ جمال فضل، فربما الأرقام دائما لا تكذب، 29,000 ممارس، وقلت لي أنها اليوم أصبحت 32,000 ممارس، هؤلاء 32,000 في خدمة الحجاج، في أكثر من 35,000 سائق مركبة يقودونها في الأماكن المقدسة والمشاعر لإيصال الحجاج إلى أماكنهم. لدينا 264 مركز إسعاف، وأيضا 124 مركز صحي، و203 فرق إسعافية متنقلة، هذه دائما تجوب على المخيمات، لا يحتاج المريض في المخيم أنه يخرج أو يغادر، تأتيه الفرقة بالإسعافات الأولية وتقدير حالته، ثم بعد ذلك نقل إلى أقرب إسعاف. عندنا 2500 مسعف، وعندنا 353,000 مهندس ومراقب موظف، 12,000 عامل نظافة وخدمات للحرمين، الروبورتات أستاذ جمال، سأحتاج إلى ساعة حتى أقرأ كل هذه التقنيات الموجودة، التاكسي الطائر، التاكسي الطائر الجديد، أيضا أنه دخل أيضا الذكاء الاصطناعي، وهذه الحقيقة نقلة نوعية في تفويج الحجاج. واستمعت إلى أحد المهندسين أنها تعطي دراسة كاملة عن الزحمة في المكان المعين أو في الحرم، وتوجيه الحجاج إلى الطبقة أو إلى الدور الذي يكون أقل، ثم بعد ذلك سيكون عندنا هذه الداتا نستفيد منها في السنوات القادمة لتوجيه الحجاج حتى معرفة الأعداد نفسهم والجنسيات في كل مكان. أنا بس بستغل وجودك واستفيد من وجودك اليوم كباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور أحمد، ونبي نقف باختصار على جزئية مهمة جدا، وهذه الجزئية احنا كسعوديين يمكن نعرف المغزى خلفه، وهو حج بلا تصريح. لماذا أوجدنا نحن حج بلا تصريح؟ ما هو الهدف ممتاز الذي نسعى من ورائه لوضع تصريح خاصة؟ لماذا نصر على وجود حج بتصريح؟ ممتاز، الحقيقة هذا الموضوع أخذ أو تحدث فيه الكثير، وبعضهم ذهب إلى الفتوى، والفتوى صدرت طبعا من بعدم جواز بأنه الدولة على حق عندما تقول لا حج إلا بتصريح. لماذا؟ حتى يكون لك مقعد في الباص، ويكون لك مقعد في القطار، ويكون لك سرير في الخيمة، ويكون لك أيضا سرير في المستشفى والمستوصف، ولا تضطر إلى أن تفترش في الرصيف، وتكون عبئا على الحملات، وتكون أيضا عائقا أمام سيارات الإسعاف، وتكون عائقا أمام الحجاج، وتتحول من حاج يريد العبادة إلى شخص عائق للحجاج. ولذلك هذا هو الهدف، أن التصريح الذي يحمله الحاج يؤمن له المكان، ويؤمن له السكن، ويؤمن له الإعاشة، ويؤمن له الطبيب، ويؤمن له المقعد في الباص، ويؤمن له المقعد في الطيارة وفي القطار. لكن الذي يأتي بدون هذا التصريح إذن سيكون عبئا على نفسه، وسيكون عبئا على رجال الأمن وعلى الحجاج، ويكون أدى أيضا عقبة، وبالتالي سيتحول إلى شخص تايه في المنطقة، لأن المنطقة الحقيقة مبرمجة وأيضا مركزة، وعلى عدد الحجاج يكون هناك استعداد لسكنهم وإقامتهم وتفويجهم، وبالتالي أعتقد أن هذا قرار صائب، وأيضا يضع حدا، وهذه نقطة أستاذ من الناحية الأمنية، يضع حدا للتجار أو لمستغلي الأزمات ومستغلي الفرص الذين يريدون أن يستغلون بحملات وهمية، ويأتون بأشخاص من هنا وهناك، والزج بهم الحقيقة في المشاعر المقدسة ومن الثاني، وبالتالي يبقون بدون أي خدمات، وهذه الحقيقة يقطع دابر هذه الحملات الوهمية، وأيضا ضعاف الأنفس. الحقيقة رأينا استمعنا إلى مدير الأمن العام يتحدث عن أكثر من 100
حملة أو من 100 حملة وهمية. فحج بدون تصريح هذا الحقيقة يقضي على هؤلاء التجار والمستفيدين، ويتم الحج من خلال حملات مصرحة وأيضا مركزة، وأيضا تعطي الفرصة لمن لم يحج، لأنه بعضهم يحج السنة هذه ويحج السنة اللي بعدها ويحج السنة اللي بعدها. هذا أنت ضيعت مقعد لشخص لم يحج أصلا، أخذت فرصة غيرك. والهدف الأساسي اليوم هو وضع تنظيم خاص بالحج لكل شيء، ليس هناك شيء عشوائي فيه بالضبط في الحج. أشكرك جزيل الشكر، شكرا لكل هذه الإضافة القيمة دائما دكتور أحمد. شكرا أستاذ جمال، الباحث في الشؤون الاستراتيجية. وأيضا ندعو الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، ولا بد أن ندعو الله عز وجل لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية والتوفيق على ما يليانه لحجاج بيت الله الحرام وعلى ما يقدمانه من خدمة وسهر. رأينا اليوم 2000 حاج يأتون من أنحاء العالم على ضيافة خادم الحرمين الشريفين، وأيديهم تلهج بالدعاء أن يمد الله في عمر خادم الحرمين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي ورجال أمننا البواسل. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا. بعد الفاصل للعودة.